خليني اقول لك على حاجه في العلاقات الغلط في مرحله الخطوبه. العلاقات الغلط في مرحله الخطوبه بتبقى مؤذيه. ليه؟ لان انا ما اعرفش النصيب فين. وخلي بالكم يا بنات، احنا انت ما تعرفيش النصيب فين، هيكمل معاك ولا الخطوبه ما هي الا وعد بالزواج. اي كده، عامله ايه، وحشتيني، انت فين، قاعده فين، قاعده قاعده ولا نايمه. انا بقول لكم اهو التدريج، اهو اسمعوا مني، انا مش هخوض قوي زيهم. قاعده ولا نايمه؟ نايمه ازاي؟ نايمه على ظهرك ولا مش عارفه ايه؟ طيب لابسه ايه؟ بس هي دي البدايه. انا نفسي اشوفك كده، انا جايب لك طقم هديه، وهو خاطب يعني وبيجهز في الجواز وكل حاجه، بس محدش دوم، محدش عارف. الخطأ في تعدي العلاقه في مرحله الخطوبه يغضب الله سبحانه وتعالى. وانت عايزه رضا ربنا ليه؟ عشان يبارك لك في الجواز. اوعي تبداي جوازك بمعصيه. اوعي خطيبك يقول لك على وتستجيبي معاه. قولي له بص، انا هقول لك على حاجه، انا جوايا ضعف اللي جواك الاف مؤلفه، وبعد العقد ساقر عينك وهقول لك كده. قولي له كده باللفظ كده عشان يسمع، يعرف انك سمعتي. هلا سمير، هقر عينك بما لا عين رات ولا اذن سمعت، ولا هيخطر عليك ابدا اللي انا هعمله. لكن خلينا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. والله ما بداخلك زي اللي جوايا واكتر، بس انا لا اقدر اصرح ولا اقدر اقول الله عز وجل ولا كذا. والله اغلى عني من كل الناس، فانا مرضي ربنا هيخلي قلبك يرضى عني. إيه الامر ده؟ انت تكوني صريحه فيه وواضحه. انا عارفه ان البنات بتضعف، وخصوصا في موضوع المشاعر، خصوصا لو قال كلمه وبتاع تلاقي رفرفتي بقى ومش عارفه ايه. لا، اثبتي وثبتي وفهميه ان هو لا، تمام، وان انا مش هعمل الكلام ده الا بعد البناء. اسرع اسرع، تخليه بيبص بيفحر بايده واسنانه وكده، يعني مش تصد انت كذا وانت كذا ومصيبتك صدى يا اللي كذا يا اللي كذا يا اللي مش عارف، والله لا قولي لابويا عليك واعمل وسط. ما تزعلش، طيبه بخاطره، لان هو برضو عافف نفسه والحمد لله دخل من باب وخاطب وبيجهز في شقته وبتاع. قول له اسرع، نسرع في موضوع، مش شرط كل حاجه، مش شرط الربع مليون والنص مليون في القايمه يا بشر، خطفه على الشباب وبالراحه وقول لي يجي ده، طالما ثقه ومؤتمن، طالما راجل طيب. وفي نفس الوقت اوعى تستجيب لابسه ايه دي. انتوا عارفين، انتوا عارفين ايه اللي بيحصل بعدها. بيحصل بعدها بلاوي سودا بيحصل بعدها بلاوي سودا وسكرينات ونيله وفيديوهات وخلصنا اللي فوق. بلاوي بلاوي سودا، مش عايزين نتكلم. لا، وانت ذات نفسك هتكرهي نفسك لو عملتي كده، صدقوني هتكرهي نفسك لو عملتي كده. الفكره في الاول وفي الاخر ان الله سبحانه وتعالى يعني بيرضى عن العبد طالما العبد ماشي في رضا ربنا، يبقى الجوازه مباركه والزوج. وهو ذات زعل، وانا عارفه بس من جواه اقول له انا عارفه انك موجود، عارفه انك بس ما تنكريش الامر. يعني لا يقول لك ده واحده بارده، ده واحده مش مست، لا قول له لا، انا جوايا ضعف الاف مرات اللي جواك، بس انا مش حابه اعمل الحرام. مهم جدا النقطة دي يا بنات.